ازيكم يا شباب فارم دي جنرال وكلينيكال. ده سيكشن عملي بتاع كيمياء عضوية اللي المفروض بتاريخ يوم 23 يوم الاثنين لكلينيكال ويوم 24 لجنرال. ده السيكشن العملي ده هنتكلم فيه عن اسايليشن اوف امينو اسيدز. امينو اسيدز اللي اوريدي بتدرسوها في النظري احنا هنعمل عليها سينسز. هنعمل السينسز ده عبارة عن تفاعل اسايليشن للامينو اسيد. في البداية هنتكلم عن الامينو اسيدز. زي ما انتم عارفين الامينو اسيدز دي مركبات مهمة جدا بيولوجيكالي، فيها مجموعة امينو جروب، مجموعة كاربوكسيل جروب، وار جروب، بتختلف بقى من حسب نوع الامينو اسيد والتاني. في 22 امينو اسيد دول موجودين في الجسم اللي ممكن اقول عليهم بروتيوجينيك امينو اسيد، يعني بروتين بيلدينج امينو اسيد. مجموعه من الامينو اسيد تتجمع مع بعض تديني بيبتايد تشين اللي هي اسمها بولي بيبتايد، وهم دول البولي بيبتايدز دي لما تتجمع مع بعض تكون البروتينز. زي ما انتم شايفين البولي بيبتايد تشين بتكون سلسله من الامينو اسيدز مترتبه على بعضيها، زي هنا من بين الاستراكشر بتاعنا. ادي 1 امينو اسيد، امينو اسيد رقم 2 3 4، مجموعه من الامينو اسيد كونكتد ببعضيها باي ترتيب علشان تكون البولي بيبتايد تشين، ومنها بيتكون البروتين. بالنسبه للاستراكشر بتاع الامينو اسيد والستيريو كيمستري، كل الامينو اسيدز الموجوده في الجسم بتكون كايره، لان فيها كايره الكربون طبعا في ما عدا الجلايسين، لأن الجلايسين الكربون بتاعته مرتبطة ب2 هيدروجينز وبالتالي مش مرتبطة ب4 ديفرنت جروبس، أما الباقيين بيكونوا كايرال. وبما إن هما كايرال فإذا كل الألفا أمينو أسيدز باستثناء الجلايسين بيتواجدوا في 2 إنانشيومرز، 2 ميرور إيمج لبعضيهم، اسمهم ال كابيتال ودي كابيتال أمينو أسيدز، وبيكونوا ميرور إيمج فور إيتش أذر. كمثال كجنرال استراكشر للامينو اسيد، عندي دي الكايرال كربون مرتبطه بمجموعه الكربوكسيليك والامينو جروب، والار ايا كانت هي السايد تشين، والهيدروجين وبالتالي هي كونكتد ويز فور ديفرنت جروبس. اما الجلايسين لان الكربون بتاعته متصله بتو هيدروجينز فالكربون بقت اكايرال، فالمركب اكايرال، فما فيش دي كابيتال جلايسين وال كابيتال جلايسين، هو جلايسين واحد ملوش ميرور ايمج. أما بالنسبة للألانين مثلا كسيمبل أمينو أسيد، الآر بتاعته تساوي سي اتش 3 وبالتالي الكايرال بتكون كربون لأنها كونكتد بفور ديفرنت جروبس زي ما أنتم شايفين. فعندي الدي ألانين والإل ألانين، ودول التو ستراكشرز بتاع الألانين ميرور إيمج لبعضيهم. التو ميرور إيمج أو التو ستراكشرز أر نوت سوبر امبوزابل، وبالتالي زي أر ديفرنت كومباوندز إنانشيومر ميرور إيمج تو إتش أذر. اما بالنسبه للسنسز اللي احنا هنعمله هيكون اسايليشن الامينو اسيد. هنعمل سنسز لكومباوند اسمه هيبيوريك اسيد. الاسايليشن عموما للامينو اسيد ايه لازمه ان انا اعمل اسايليشن؟ انا بستعمل اسايليتنج ايجنت، ده اللي بيحول الامينو جروب لامايد، فالان اتش 2 تتحول لان اتش سيدبل بوند زي ما تشوف دلوقتي. الاسايليشن عموما للامينو جروبس ده هو مفيد ان هو يعمل بروتكشن للامينو جروب من الـ unwanted nucleophilic reactions. في ممكن استخدم مجموعة كبيرة من الأسيد كلورايدز أو الأسيد أنهيدرايدز في الأسايليشن، والأسايل جروب اللي في الأمينو أسيدز بالذات كتير إن أنا بعمل أسايليشن الأمينو أسيد علشان خاطر كبروتكتنج جروب في البيبتايد سينسز. لو أنا عايز أعمل لونج تشين بيبتايد وعايز أعمل بروتكشن للسايت اللي فيه NH2 أعملها أسايليشن. لا احنا نعمله سنس اوف هيبيوريك اسيد، هنعمل بنزويليشن اوف جلايسين. ده كان الاستراكشر بتاع الجلايسين اللي هو فيه الكربون عليها 2 هيدروجين اللي زي ما اتكلمنا عنه من شويه، وهعمل بنزويليشن هفعله مع بنزويل كلورايد فتبقى دي مجموعه بنزويل على الجلايسين. البرودكت ده اسمه هيبيوريك اسيد، مهم الاسم. ايباك نيم للهيبيوريك اسيد بنزويل امينو ايثانويك اسيد، دي مجموعه البنزويل امينو وادي الايثانويك اسيد، فايباك نيم ليه بنزويل امينو ايثانويك اسيد، كتب بالطريقه دي مفيش اي سبيس فيما عدا ما بين كلمه البنزويل امينو ايثانويك وما بين كلمه اسيد.
الكيميكال فورمولا بتاعته زي ما انتم شايفين C9H9NO3، المولر ماس 179.17 جرام لكل مول، ميلتنج بوينت وهو بيور بتكون من 187 ل 188 درجة سيليزيوس. جنرال ايكويشن، الجلايسين هنفعله مع بنزويل كلورايد، ممكن يكون سبستيوتد بنزويل كلورايد او ان سبستيوتد بنزويل كلورايد. الار ممكن تساوي اتش، ممكن تساوي سي ال. لو الار تساوي اتش يبقى ده اسمه بنزويل كلورايد، لو الار دي تساوي سي ال يبقى 4 كلورو بنزويل كلورايد. يعني ممكن احضر مش بس الهيبيوريك اسيد، البرودكت ممكن يكون هيبيوريك اسيد لو الار تساوي اتش، او 4 كلورو هيبيوريك اسيد لو الار تساوي سي ال. بستخدم كاتاليست 10% صوديوم هيدروكسيد. لما نيجي نسأل يا ترى هو الـ type of this reaction، عندي هنا لما تلاحظوا عندي NH2 هتتفاعل مع COCl وتخرج CL وتخرج H علشان تبقى NHCO. يا ترى الـ reaction هيبدأ ازاي، او الخطوة بتاعته تكون ازاي، او عموما الـ acylation بيتم ازاي؟ بيكون nucleophilic substitution، nucleophile النيتروجين عليه لون بير اوف الكترونز وفي الكربون عليها partially positive، اقدر يحصل nucleophilic attack من النيتروجين على الكربون وبعديها loss of leaving group اللي هي الـ CL زي ما هنشوف. هنا دي الحسابات لو هاجي هعمل رياكشن ما بين الجلايسين وما بين البنزويل كلورايد الـ unsubstituted. ده الفورمولا بتاعة الجلايسين، استعمل منه 2 equivalent، كمية هتكون 1.28 جرام. البنزويل كلورايد 1 equivalent، على فكرة البنزويل كلورايد هو ليكويد فانا هحتاج منه 1.2 جرام، وده هيكافئ 1 مللي لان الدينستي بتاعته 1.2 جرام لكل مللي، فانا هستعمل 1 مللي من البنزويل كلورايد مع 1.28 جرام من الجلايسين. وهنا نقدر نلاحظ حاجه مهمه، انه اللي موجود اكسس هو الجلايسين مش البنزويل كلورايد. مع العلم ان الجلايسين سوليد والبنزويل كلورايد ليكويد، لكن في اغلب الحالات اللي بيكون فيها الليكويد مع صوليد بيتفاعلوا بخلي الاكسس من الليكويد، لكن المره دي الاكسس عندي من الماده السوليد اللي هي الجلايسين، ودي انا بقى نفهم ليه. المفروض لو التفاعل مشي بنسبه 100% وطلع الهيبيوريك اسيد يكون الثيوريتيكال ييلد 1.52 او 1.53 جرام، ده كده لو ييلد 100% يعني ده الثيوريتيكال ييلد. شوف الاكشوال ييلد بتاعي يطلع كام واحكم بعد كده على اليلد بيرسنت بتاعتي، هل اليلد بتاعي كان اكسلنت ولا جود ولا بور ولا ايه. ميكانيزم اديشن اليمينيشن ميكانيزم، انا عندي الجلايسين والكربونيل بتاعه البنزويل كلورايد، واحنا اتفقنا هنا الار ممكن تكون اتش ممكن تكون اي حاجه. اول حاجه النيوكليفيليك اتاك من اللون بير اللي على ال NH2 على البارشل بوزيتيف كربون بتاعه الكربونايل، واول ما بيحصل اتاك دوت تبدا الاكسجين تاخد 2 الكترونز من الدبل بوند علشان تتحول الاكسجين لنيجاتيف تشارج. فهنا النيتروجين بما ان هي عملت بوند باللون بير بتاعتها فبقت بوزيتيف، والاكسجين سحبت الالكترونات بتاعه الدبل بوند فبقت نيجاتيف. تنزل بعد كده الشحنة السالبة ديت ترجع تكون الدبل بوند تاني عشان يدين الأمايد ويخرج الجود ليفنج جروب السي ال. الخطوة الأولانية دي في الأول اسمها نيوكليفيليك أتاك، الخطوة التانية لما تنزل لون بير اوف الكترون تعمل الدبل بوند وتخرج السي ال كجود ليفنج جروب، دي اسمها لوس اوف ليفنج جروب. آخر خطوة إنه السي ال نيجاتيف اللي لسه خرجت من شوية تاخد واحدة من الهيدروجينز تاخد بروتون، واللون سوري الالكترونز بتاعت الرابطة ترجع على النيتروجين. والخطوة هنا كون الهيبيوريك اسيد، والخطوة دي اسمها بروتون ترانسفير. فأول خطوة اسمها نيوكليوفيليك اتاك، الخطوة التانية لوس اوف ليفنج جروب، الخطوة التالتة بروتون ترانسفير. اتكون عندي الأمايد، كان عندي أمين و أسيد كلورايد، اتكون عندي أمايد وخرج HCl. كيميكالز اللي احنا محتاجينها في السكشن دوت، الجلايسين 1.28 جرام زي ما اتفقنا، صوديوم هيدروكسيد 10 مللي تركيزه 10%،
والبنزويل كلورايد 1 مللي، ونستخدم كمان كومب اتش سي ال. هنشتغل ازاي؟ في البداية هحط الجلايسين 1.28 مية جرام جلايسين، وحط عليه 10 مللي 10% صوديوم هيدروكسيد من الاستراكشر بتاع الجلايسين. الجلايسين في مجموعة NH2 ومجموعة COH، وبالتالي هو يقدر يدوب في البيزك ميديوم ويقدر يدوب كمان في الأسيدك ميديوم. فأول ما أحط صوديوم هيدروكسيد، صوديوم هيدروكسيد يعمل سولت مع الكربوكسيليك أسيد اللي في الجلايسين، ويدوب الجلايسين في ال10 مللي 10% صوديوم هيدروكسيد. فهعمل ستيرنج لحد ما يدوب، بعد كده هبدأ أضيف عليه ال1 مللي بنزويل كلورايد. كل ده هيكون في راوند بوتوم فلاسك. بعد كده هروح مركب الكوندنسر وأعمل ريفلكس لمدة 30 دقيقة. بعد ما خلصت الريفلكس أسيبه هو في الكوندنسر، إن هو أطفي الحرارة وأسيبه يهدى شوية يبرد لمدة 15 دقيقة. الخطوة اللي بعد كده إن أنا أنقل المحتويات بتاعة الراوند بوتوم فلاسك دي بعد ما أشيلها من الكوندنسر لبيكر. البيكر ده فيه few pieces of crushed ice، فيه تلك. ثم بعد كده أبدأ أعمل neutralization بإن أنا أضيف كونك concentrated HCl نقطة نقطة with steering لحد ما الميكشر ده يكون أسيدك في الليتماس بيبر. عملية إضافة الكونك HCl هتكون جوه ice pass. طبعا أنتوا عارفين إنه إضافة كونك HCl وأوريدي كان عندي صوديوم هيدروكسيد، فكون HCl مع ال NaOH لما بتفاعلوا التفاعل ده بيكون إكزوثيرميك، فده ممكن يخلي الراسب الحرارة تزيد، فالراسب اللي بيتكون يدوب. فأنا بكون بعمل إضافة ال HCl دي جوه الآيس باس علشان خاطر الحرارة تكون منخفضة، وبالتالي يكون البرودكت مرسب. بعد ما انا اتاكدت انه الميكشر عندي حرارته منخفضه او سبته شويه جوه الايس باس يجمع كويس خالص، واتاكدت ان هو اسيدك لليتمس بيبر بليتمس بيبر كده، انا برودكت عندي اللي مرسب هو ده الكميه كلها. اقدر اعمل فلتريشن، بخمر فلتريشن واجمع بيها البرودكت. دي الخطوات تاني مكتوبه كتابة علشان خاطر لما يكون معاك البي دي اف تكون تعرف تقرا برضو الخطوات مكتوبة خطوة خطوة. بالنسبة للسيفتي دايموند بتاع المتفاعلات الجلايسين والبنزويل كلورايد، واضح جدا انه من الجلايسين ان هو واحد واحد زيرو، واحد في الهيلث، واحد في الفاير فلامابيلتي، زيرو في الاكتيفيتي، فالتوكسيسيتي بتاعته بسيطة، الخطر منه يعتبر مفيش، بسيط جدا، على عكس البنزويل كلورايد اللي هو 2-2-2، فهتلاقي انه ليه بعض المشاكل في الهيلث، في الفلامابيليتي، في الرياكتيفيتي. وعلشان كده احنا قلنا انه التوكسيستي او الخطوره بتاعه البنزويل كلورايد اصعب من الجلايسين، وبالتالي هو محتاج تعامل خاص هنقوله دلوقتي. السيفتي بريكوشنز اللي هنتبعها مع البنزويل كلورايد دي بسبب كل التاثيرات اللي موجوده قدامكم دي، فهو على الاي لاكريماتوري بيعمل اي بيرن، بيعمل ريدنس وبين بالنسبه للاي، يعني عيني ممكن تدمع تحمر تألمني. لو نزل على ايدي على السكين بيعمل سكين بيرن لانه هو ليه زي كروسيف افكت. طبعا في الانجيشن هيبقى خطر جدا، يعمل جي اي تي بيرنز، يعمل ابدومينال بين، يعمل نوزيا وفوميتنج. وبالتالي احنا لما بنشتغل بالبنزويل كلورايد، البنزويل كلورايد هيكون موجود تحت دولاب الغازات. ليه كمان؟ لانه في الانهاليشن بيعمل هو هارمفول، لو انهيلد ممكن يعمل بيرنز للريسبيراتوري تراكت. فمن المخاطر دي كلها احنا هنخلي بالنا واحنا بنتعامل مع البنزويل كلورايد. علشان كده برضو مش بس وانا بضيف البنزويل كلورايد بيكون تحت دولاب الغازات، لكن كمان زي ما قلنا في الخطوه انه بعد النص ساعة ريفلوكس هسيبه يبرد، لكن مش هشيل الكوندنسر، تحسبا انه لو التفاعل لسه فيه حبة بنزويل كلورايد ما تفعلوش وهو سخن، فانا لو شلت الكوندنسر وخدت الفلاسك عندي على البنش وفي بقايا من البنزويل كلورايد تطلع لي الفيبورز دي لان هو سخن، فبالتالي هستنشقها اتعب. علشان كده انا هقفل السخان، هسيب الفلاسك جوه الكوندنسر رغم ان انا خلاص مفيش ريفلوكس بيحصل، بس علشان خاطر أأمن نفسي من لو في بقايا من بنزويل كلورايد ما اتفعلتش ما تطلعش تنتشر في المعمل لكنها هتتكثف يعني وتنزل،
فمش يعني مش هيبقى فيه خطورة من البنزول كلورايد. عشان كده احنا لما قلنا ليف تو كول سيبنا الكوندنسر برضو موجود في الفلاسك. دلوقتي بقى في شوية نوتس كده مهمة بالنسبة للسيكشن ده، مهم نكون فاهمينها. أول حاجة، يا ترى إيه لازمة 10% صوديوم هيدروكسيد؟ إحنا مشوفناش دوره بوضوح في الميكانيزم. 10% صوديوم هيدروكسيد ده بيز زي ما إحنا عارفين فأكت أز أسيد سكافنجر. يعني إيه؟ يعني إنه من الميكانيزم زي ما قلنا بيطلع HCl سايد برودكت، ال Cl جود ليفنج جروب من البنزويل كلورايد، وال H من الجلايسين اللي هي اللي كانت NH2 تبقى NH. طيب ال HCl اللي بيطلع ده، انا عايز حاجه تسحبه اللي هي الصوديوم هيدروكسيد، يسحب ال HCl اللي طالع وبالتالي يزق التفاعل في اتجاه الطردي، فيروح مسرع التفاعل او يخلي التفاعل يمشي اسرع. الحاجه الثانيه، عشان احمي نفسي من لو في اي تاثير سلبي لل HCl، لانه زي ما انتم عارفين المكون ده البرودكت بتاعه عباره عن امايد، والامايد زيه زي الاستر لو اديت له اسيد او بيز وميه وحراره ممكن يحصل له هيدروليسيس ويرجع تاني يديني المتفاعلات. فانا عندي ال HCl والميه اوريدي موجوده واوريدي برضو عندي تسخين، فممكن انه يحصل هيدروليسيس ولو بنسبه بسيطه. فانا بحمي التفاعل من الهيدروليسيس اللي ممكن يحصل من ال HCl عن طريق ان انا اضيف الصوديوم هيدروكسيد يتفاعل مع ال HCl ويديني صوديوم كلورايد ويبقى فيه اكسس كمان من الصوديوم هيدروكسيد. الرفلكس زي ما حكينا عنه قبل كده ونفكركم بيه، الرفلكس يا ترى ايه لازمه ان انا بحط اصلا الكوندنسر ده؟ تمام، الرفلكس فكرته انه عندي حاجه هنا بتغلي ليكويد، الليكويد ده لما بيغلي المفروض انه اول ما يبدا يغلي ففي بخار بيطلع فبيتبخر. لو ما فيش الكوندنسر ده فالبخار هيطلع كتير، فانا لو عايز اعمل نص ساعه غليان فممكن انه نسبه كبيره من السولفنت تتبخر، وبالتالي انا محتاج اضيف كل شويه سولفنت او ممكن التفاعل بتاعي ينشف ويتحرق. ايه لازمه الكوندنسر ده؟ الكوندنسر ده وعمليه الريفلوكس هدفها انه اول ما يحصل غليان تبخير تكثيف يتكثف السولفنت اللي موجود او الليكود اللي موجود يتكثف هنا لان السطح هنا بارد وينزل يتجمع تاني، وبالتالي انا ممكن اقعد مش نص ساعه ممكن اقعد يوم يومين بيحصل تسخين وغليان من غير ما يحصل لص للليكود بتاعي. طبعا الدخول مهم، دي المعلومه دي نكون عارفينها، دي الاماكن بتاع الدخول وخروج المياه اللي بتكون في الاوتر جاكيت. بدخل مياه هنا من الحنفيه وهتشوفوها لما تشتغلوا في المعمل، المياه تقعد تطلع في الاسطوانه الخارجيه وبعد كده تخرج من هنا، وهنا بيبقى فيه خرطوم برضو واصل بيه الحوض تنزل فيه المياه. ليه؟ علشان احافظ ان المياه اللي هي الساقعه تدخل من تحت وتتمشى لحد ما تطلع من فوق، بدل ما هي تدخل من فوق ممكن يكون في فراغات هواء بسبب ان هي كده لو المايه داخله من فوق هتمشي مع الجاذبيه، لو هي داخله من تحت هتمشي عكس الجاذبيه وبالتالي هتمشي بالراحه ومش هيبقى فيه فراغات هواء. فانا ضامن ان الاسطوانه الداخليه دي بقى كلها محاطه بمايه بارده من بره وبالتالي هتكون بارده، فاول ما يطلع لها البخار يتكثف وينزل على طول. مهم ما ننساش ان احنا نضيف بويلنج ستونز في التفاعل ده علشان امنع البامبنج، دي نقطه مهمه جدا. حاجه تاني، الايس باس. زي ما احنا قلنا انه الرول بتاع الايس باس انه في الخطوه الاخيره لما بعمل نيوتراليزيشن فبضيف HCl، HCl يتفاعل مع ال NaOH، التفاعل ده اكزوثيرميك يعني بيزود الحراره وبالتالي البرودكت ممكن يدوب جزء منه. انا مش عايز الحراره تكون مرتفعه، انا عايز الحراره تكون بارده خالص وبالتالي بستعمل الايس باس كمان برضو علشان افويد هيدروليز. دي تاني مره نقولها، هنا ممكن انزال هيدروليز يحصل لاني لو حطيت HCl بزياده ففي عندك اسيديك ميديوم، واحنا قلنا ال HCl مع ال NaOH بيعلوا الحراره والميه موجوده، فكل ده يخلي انه ممكن يحصل هيدروليسز، فانا امنع الهيدروليسز هنا في الخطوه دي بان انا ابرد الحراره خالص ان انا احط الايس باس. الدور بتاع الكونك HCl ايه هذا؟ ليه انا اصلا حطيت HCl؟ طب ما هو خلاص انا كان ممكن افلتر على كده. خلي بالك البرودكت بتاعنا اسمه البيوريك اسيد، الستارت كان جلايسين في مجموعه NH2 و COH،
ففي مجموعه بيزك ومجموعه اسيدك، فيقدر يدوب في اسيدك وبيزك ميديوم. اما البرودكت ال NH2 خلاص انا دخلت فيها البنزويل كلورايد بقت امايد، ما بقتش بيزك تاني، فما عنديش غير مجموعه السي او اتش اللي هي الاسيد، والبرودكت اسمه هيبيوريك اسيد. فالاسيد ده هو يدوب يا ترى في الوسط الحمضي ولا الوسط القاعدي؟ بما ان هو اسيد وبالتالي هيدوب في الوسط القاعدي، فالهيبيوريك اسيد هيبقى دايب في الصوديوم هيدروكسيد، فبالتالي انا محتاج اضيف كونك اتش سي ال علشان خاطر الهيبيوريك اسيد يرسب. ف بيحصل بروتونيشن للديسولفت هيبيوريك اسيد لان هو بيكون ديسولف في صوره سولت، وبالتالي هيحصل بريسبتيشن. يعني الخطوه الاخيره بتاعت الاتش سي ال دي مش هدفها خالص اي خطوات في الرياكشن، لكن هدفها بس ان الهيبيوريك اسيد اللي اوريدي اتكون انه يرسب بدل ما هو دايب. هنا بقى عايزين نفكر شويه، حاجه ممكن اتسال فيها يا ترى، which is more reactive، البنزويل كلورايد unsubstituted ولا 4 كلورو بنزويل كلورايد؟ مين مور رياكتيف لو انا استعملت ده ولا ده؟ البنزويل كلورايد ما فيهوش هنا في مجموعه اتش فما فيهوش حاجه زياده، اما ال 4 كلورو بنزويل كلورايد في كلور في رقم 4. يا ترى ال 4 كلورو بنزويل كلورايد مجموعه السي ال دي بتاثر ازاي؟ احنا واخدين في الاروماتيستي ان مجموعه السي ال دي هل هي اكتيفيتنج جروب ولا دي اكتيفيتنج، او الكترون دونيتنج ولا الكترون وذروينج، بمعنى اخر ليها نيجاتيف اي او نيجاتيف ار ولا بوزيتيف. لو تفتكروا ان السي ال الافكت الاكبر ليها هو نيجاتيف اي، وبالتالي هي بتسحب. طيب يا ترى دي حاجه حلوه او وحشه بالنسبه للتفاعل؟ عرفنا ان السي ال بتسحب، هتسحب من الحلقه وبرضه هتخلي الحلقه تسحب من المجموعه دي. طيب ان وجود مجموعه بتسحب ده مفيد ولا مش مفيد للتفاعل بتاعي؟ انا هنا في التفاعل ده الكربون دي بيكون مفروض عليها شحنه ايه؟ بارشالي بوزيتيف. طيب انا محتاج ازود الالكترون دينستي عليها، يعني اديها سالب، ولا اسحب منها الكترونات علشان تبقى بوزيتيف اقوى؟ طبعا هو التفاعل ميكانيزم ال NH2 عليها نمبر اوف الكترونز هي اللي بتعمل اتاك على الكربون، فانا عايز الكربون دي تكون بوزيتيف بقدر الامكان. ازاي اخليها بوزيتيف؟ ان انا اسحب منها الكترونات، وبالتالي كل مجموعه ساحبه للالكترونات تزود البوزيتيف تشارج على الكربون وبالتالي تزود الرياكتيفيتي. علشان كده هنلاقي انه ان الفور كلورو بنزويل كلورايد هو اللي مور رياكتيف. ليه؟ لانه في الكتروفيليستي، الالكتروفيليستي بتاعت الكربونايل جروب هتكون اعلى عن البنزويل كلورايد. يلد كالكوليشن احنا السلايد دي قلناها قبل كده، بس عايز افكركم فيها بحاجه، انه احنا مستعملين انه الجلايسين مستعمل منه 2 ايكوفالنت عدد المولات اكتر، اما البنزويل كلورايد هو اللي عدد مولات اقل، وبالتالي مين فيهم الليميتنج ريجنت؟ الليميتنج ريجنت هو اللي ليه عدد مولات اقل، وبالتالي هو البنزويل كلورايد، واللي موجود اكسس هو الجلايسين. خلي بالكم من القصه دي. عموما انه لما بيكون في رياكشن زي ما قلنا ما بين حاجه سوليد وحاجه ليكويد بيكون الليميتنج ريجنت اللي هي الحاجه السوليد. ليه؟ السبب في الحاله دي لانه دايما بيكون الليكويد سهل نتخلص منه. تخيل انت بتفاعل ما بين حاجه سوليد وحاجه ليكويد وليكن الليكويد ايثانول، فالايثانول حط منه اكسس لانه في الاخر البرودكت بتاعك لو هو سوليد هتعمل بوخنر فلتريشن، الايثانول الاكسس او المتفاعل الثاني الاكسس ده اللي هو ليكويد في الفلتريشن هيخرج، فيبقى الموضوع سهل. ده المعتاد، ده اللي في اغلب الحالات وفي اغلب التفاعلات اللي عملناها قبل كده. في التفاعل ده بقى الليميتنج ريجنت بتاعي هو الليكويد، هو البنزويل كلورايد، ده اللي موجود قليل وعامل اكسس من السوليد. يا ترى ليه؟ عندي تلات اسباب. السبب الاول ان البنزويل كلورايد مور فاليبل. يعني ايه؟ يعني ان البنزويل كلورايد هو اللي قيمته اعلى، الجلايسين ارخص بكتير، وبالتالي انا لو حطيت اكسس من البنزويل كلورايد يبقى في كل تفاعل هيتعمل هيحصل لص من البنزويل كلورايد، وبالتالي انا بخسر قيمه. على عكس الجلايسين، الجلايسين لو اتحط اكسس هو قيمته اقل بكتير من البنزويل كلورايد، فلو في شويه منهم كانوا زياده واتكبوا بعد كده بعد الفلتريشن مش ازمه كبيره. بس مش ده السبب الرئيسي، في اسباب تاني. في سبب تاني مهم هو السولوبيليتي بتاعت الجلايسين. الجلايسين بيدوب في الميه، بيدوب في الاسيتيك ميديم، في البيزك ميديم، السولوبيليتي بتاعته كويسه جدا، فمش هيعمل معايا ازمه ان هو في الاغلب في الاخر هيكون دايب بنسبه 100% هيكون دايب، وبالتالي هيخرج بسهوله بالبوخنر فلتريشن. على عكس مثلا البنزويل كلورايد، البنزويل كلورايد اميزابل مع الميه رغم ان هو ليكويد لكنه اميزابل، فممكن بعد البخنر فلتريشن تلاقيه برضه ما عداش كله لان هو مش ممتزج بالميه امتزاج كامل، فهيبقى خروجه صعب. السبب الثالث وده برضه سبب مهم، الويست اللي طالع.
لما يكون الويست اللي طالع فيه جلايسين، اللي هو انا حاطط الجلايسين اكسس، فزي ما شفنا في التوكسيستي بتاعت الجلايسين، لا هو مش توكسيك او يعني ليس توكسيك، وبالتالي الويست اللي طالع مش هيكون توكسيك قوي. على عكس لو كان كنت حطيت اكسس من البنزول كلورايد، فالويست اللي خارج دوا فيه ماده فيري توكسيك، فانا عملت كده توكسيك ويست ودوا مش صح. كده احنا خلصنا، شكرا ليكم. ولو الفيديو ده انت يعني سمعته او شايفه من على اليوتيوب، فممكن لو عندك اي تساؤل او حاجة قول سؤالك في كومنت وهنرد عليك، يعني هنتابع معاك. او لو على صفحة فلاسكايا برضو انت يعني شفت الـ من اللينك بتاع صفحة فلاسكايا، ممكن برضو لو عندك اي تساؤل او استفسار في السكشن في اي حاجة اكتب سؤالك، ويعني انا هرد عليكم. وكل سنة وانتم طيبين.